صيام شهر رمضان مليء بالفوائد الصحية الرائعة، حيث إنه يفيد القلب والدماغ والجهاز الهضمي. إليكم أهم فوائد الصيام في رمضان. الصيام والجهاز الهضمي. يعتبر الصيام له تأثير مباشر على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، حيث إن الصيام مهم لتجديد الخلايا الموجودة به، فضلاً عن زيادة عملية التمثيل الغذائي، وهذا له دور في تنشيط الجهاز الهضمي والمساعدة على عمله بشكل أفضل. الصيام وصحة الدماغ. عند الصيام تحدث بعض التغيرات الكيميائية في الدماغ، مما يساعد في الحفاظ على صحتها، حيث إنه أثناء الصيام يتم إنتاج البروتينات، مما يساعد على تنشيط الخلايا العصبية بالدماغ. فضلاً عن أنها تنتج الكيتونات، والتي تعتبر من مصادر الطاقة للأعصاب، مما يحمي الدماغ من الأمراض مثل الزهايمر وغيرها. الحفاظ على صحة القلب. من بين الفوائد الصحية للصيام الحفاظ على صحة القلب وحمايته وتحسين أدائه، حيث بإمكان الصيام التقليل من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنه يؤدي إلى انخفاض مستوى الهوموسيستين، والتي تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية. فضلاً عن أن الصيام يحمي من الإصابة بفشل القلب والتقليل من الأمراض القلبية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يساعد على تحسين ضربات القلب.